الفنان القدير حسن يوسف مع دكتور عمرو الليثي في واحد من الناس. أقول عليه الولد الشقي، أقول عليه إمام الدعاة، واحد من الناس النهاردة الفنان الكبير حسن يوسف. أنا عارف عادتكم كده لما تكونوا بتدبروا حاجة. يعني وأنا عمال أتكلم كده عمال يمر قدامي شريط من ذكريات. إعجابك ده شرف كبير تعتز بيه الفرقة. أنت في الأربع سنين دول هتبقى أنور وجدي بتاع السينما المصرية. كانت تجربة حلوة. جميلة. إزاي يعني عرفتي إن أنا خامل؟ باين عليا. أول فيلم تصوره في بورسعيد. بورسعيد ليها حكاية مع الشيخ شعراوي الله يرحمه. اهم افهات وايه في الفيلم ده؟ مدد يا ست يا بريمه مدد. بس الشمس ولا حسن بيعمل ايه لما يتعرض له فيلم في التلفزيون؟ قال له حولي حولي والا هقوم. طب ليه؟ واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي. تشاهدونا في الاوقات التاليه على شاشه المحور.